كل الجزائريين تأثروا بوفاة الفنان الكبير الفكاهي بلاحة بن زيان، في افتقاده افتقدت الدراما الجزائرية، افتقدت اسم كبير لا يمكن تعويضه أبدا. هو كان عنده روح طيبة، عنده بساطة في التمثيل وقوة كذلك. هذا يعني الخصوصية اللي كان يتميز بها بلاحة تجعلنا اليوم حزينون جدا لهذا الفقد. نقول لله ما أعطى ولله ما أخذ. كان توفى بعد تأثره بتدهور حالته الصحية. أنا أعزي نفسي وأعزي كل الجزائريين والساحة الفنية عامة بهذا الفقد.